وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل الكريم يقول: إذا ركبت المصعدة اللي هو الليفت، هل يستحب لي أن أقول دعاء الركوب؟ هذا فيه قولان للعلماء. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إنما هو عبارة عن سلم ميسر ومسهل، يعني زي الدرج الميسر المسهل، وقال: لا أظن أنه يقال فيه دعاء الركوب. وقال طائفة أخرى من العلماء: والله أعلم، أحب إلي هذا القول، كما ذكر الشيخ وهب الزحيلي وفي موسوعته وغيره من أهل العلم. قال: إن الله عز وجل قال: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. فالفلك هي عبارة عن وسائل من الجمادات كالسيارة والطيارة، يعني والله عز وجل صرح بالفلك ودخل فيها كل ما هو من مثل هذه الأشياء التي من وسائل المواصلات التي لا روح فيها. وقال ربنا تبارك وتعالى عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فمن هنا قال بعض أهل العلم: فإنه لا بأس إن قال دعاء الركوب، فإذا استوى عليها عملا بقول ربنا عز وجل: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فعليه لا بأس لمن قاله، ولا نثرب على من لم يقله، والله تبارك وتعالى أعلم. تبقى مسألة أخرى: هل كلما ركبت الدابة، يعني نزلت من السيارة مثلا أو من الدابة، أشتري شيئا ثم أرجع، هل أقول دعاء الركوب؟ قال الشيخ بن عثيمين: نعم رحمه الله. وتبقى مسألة أخرى أنه إذا كنت في الدابة أو في المصعد وقلت الدعاء وجاءت بنا على مكان مرتفع نكبر، وإذا نزلت بنا فإننا نسبح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كبروا على كل شرف وسبحوا عند كل مهبط. والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.